فتحت البوابات على بركة الله في ثالث أشواط هذه الأمسية للجيادة التي لم تربح والتي سجلت إلى انتصار وحيد في سجلها السباقي على مسافة الميل، وقيمة الجائزة 80,000 ريال. تبدأ متكاملة من المسار الداخلي إلى المركز الأول، وكذلك أشاهد المركي أيضا يحاول أن يقترب إلى الزعامة في المرتبة الثانية مع شعار الحرب في المركز الثالث، والخفو يأتي في المرتبة الرابعة. مع أيضا أشاهد متكاملة من المسار الداخلي في المركز الثالث، وكذلك أشاهد رأس مال في المرتبة السادسة يتقدم في هذه الأثناء. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، المركي هل يواصل الصدارة؟ يأتي إلى المسار الداخلي المركي مع رائد الفيروز السعودي المتمرن يقود الصدارة إلى المركز الأول، وأشاهد محمد إدهام من المسار الخارجي عبر الخفو، وكذلك أشاهد الآن في هذه اللحظات جنيفر من المسار الخارجي التقدم شيئا فشيئا، بينما منبهرة تحاول أن تتقدم مع كاميليوس بينا منبهرة، ويحاول رائد الفيروز أن ينطلق مع الجواد المركي. منبهرة والمركي الأبيض يتقدم عبر منبهرة المشاركة الثانية، ما شاء الله تبارك الله، تأتي بالانتصار الثاني في سجلها السباقي. منبهرة تتقدم إلى المركز الأول على هذه الصورة الجميلة، المشاركة الثانية والانتصار الثاني. منبهرة ما شاء الله تبارك الله، ابنة التجويد حضرت إلى المركز الأول.